اهلا وسهلا على كل حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. طبعا النهاردة هعمل مقرمشات كده سهلة وبسيطة، مكونات بسيطة جدا متوفرة عندنا في كل بيت زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا اول حاجة هعملها معايا الدقيق اهوت، هاخد 3 معالق دقيق كبيرة، هاخد اول معلقة ليا هي الدقيق، دي الحلة اللي انا هشتغل فيها، 3 معالق دقيق كبار، هاي المعلقة التانية ودي المعلقة التالتة. عايزة مثلا تزودي شوية مفيش مشكلة. خلاص اول حاجة معانا اللي هو الدقيق، انا خدت دلوقتي 3 معالق دقيق اهمت، يا ريت بس تكون الصورة واضحة كده قدامكم. دي طبعا مقرمشات للتسالي، اي حد مثلا عايز يتسلى تعملي لاولادك مقرمشات تبقى جميلة جدا وطعمها حلو قوي. تحطي ذرة ملح معايا، برضو الملح اهوت، حطي ذرة ملح حاجة بسيطة خالص، يعني تقريبا كده حاجة بسيطة خالص، طرف المعلقة هي. وهنحتاج برضو الكركم معانا اهوت، طبعا الكركم عشان يدي لون حلو يعني اهوت، هحط برضو معلقة كركم. حط بس ربع كمان صغير كده ماشي يا حبيبي. وطبعا لازم تكوني ملاحظة او شايفة يعني ان كلكم مغطى غطى الدقيق كله اللي معاكي، اللي انت 3 معالق دي اللي انا حطيتهم، او 3 معالق وربع يعني دي اللي انا حطيتهم ماشي يا حبيبي. وبعد كده معايا بيضة اهيت، هكسرها بقى على العجين دوت، وبالمعلقة مش هتحتاجي حاجة، بالمعلقة هتعملي كله مع بعضه كده، تقلبي كله مع بعضه وايه، وهنشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. انا دلوقتي هكسر البيضة اهيت، هحطها على الدقيق، حطيت البيضة معايا على الدقيق اهو يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. وهعمل بقى كل المكونات دي كلها كده مع بعضها، تقلبي كل المكونات دي، اصلا العجينة دي مش محتاجة حاجة يعني غير ان انتي بس تقلبي كله في بعضه، هتبقى جميلة جدا ان شاء الله بإذن الله اهيت. يبقى طبعا انا هنا حطيت معايا 3 وربع كوباية دقيق، 3 كوبايات وربع، وذرة ملح عشان طبعا يسنة على النبي عليه الصلاة والسلام، بس حاجة مش اكيدة يعني انا بسمعهم بيقولوا كده. وكمان حطيت معلقة كركم والبيضة بتاعتي طبعا معايا، لو انت البيض بتاعك زفر ممكن تحطي له كده ربع ليمونة او معلقة خل عادي يعني. انا بقى هعجن المكونات دي كلها مع بعض يا حبايبي، ونشوف هنعمل ايه بالعجينة بعد كده. المهم يا حبايبي طبعا ممكن برضو يكون معاكي نص كوباية مية اهيت او ربع كوباية مية، وتحطي حاجة بحاجة يعني نقطة كده سقطة صغيرة خالص على العجينة، وتقلبي كله مع بعضه في بالمعلقة ماشي يا حبايبي، لحد ما تلاقي ان العجينة كلها اتمسكت معاكي وبقت حلوة ومتماسكة كلها. وقتها يكون خلاص ما تستخدميش بقى المية، وهنعمل كله بقى مع بعضه، بس اهم حاجة طبعا كوباية المية ما تنسيهاش ماشي يا حبايبي، وحطي سقطة بسقطة لحد ما العجينة تتماسك معاكي ماشي. وهرجع لكم تاني، هعمل العجينة بس وارجع لكم تاني. هاتلكم من تاني حبايبي واهلا وسهلا بيكم. ده شكل العجينه طبعا بعد ما عملتها كله مع بعضه، معلقه الكركم مع الشعره بسيطه من الملح، ولو برده عايزه تحطي شعره بسيطه من السكر مفيش مشكله، انا طبعا ما حطيتش، انا استغنيت عنها يعني. و3 معالق كبار دقيق، 3 معالق وربع على حسب ما انت عايزه يعني الكميه اللي انت عايزاها. دلوقتي خلطت كل المكونات اهيت مع بعضها، مقرمشات جميله جدا. ما تنسوناش يا حبايبي في لايكات وشير وسبسكرايب. ودلوقتي بقى طبعا معايا هيبقى معايا كيس اهو، تحطي فيه وخرم خرم بسيط جدا كده، وهعمل المقرمشات هنا، واحط الخليط او العجين اللي انا عملته دوت احطه في الكيس. طبعا بما اني انا يعني معذره ما عنديش قمع يعني عشان اعمل بيه، فغصب عني يعني احط دلوقتي الخليط دوت او المكون اللي انا عملته دوت بالمكونات اللي انا قلت لكم في اول الفيديو. وطبعا ما تنسوش الميه برضو يا حبايبي، بشعره بسيطه جدا ميه عشان بس العجينه تكون حلوه كده وطريه معاكي بالشكل ده زي ما انت شايفه. احط دلوقتي العجين دوت في الكيس اللي معايا، وهخرمه خرم صغير كده، وهعمل العجينه بتاعتي هنا في الصينيه، وهوري لكم شكلها بعد ما اخلص كده. معانا يا حبايبي انا عملت اول شكل معانا، ممكن بقى انت مثلا حابه تعملي الشكل الزجزاجي يكون مثلا بالشكل دوت اهوت، على حسب بقى ما انت عايزه.
اي شكل انت عايزاه اهوت، شكل معايا اهوت، وفي برضو في اشكال كتير على حسب ما انت عايزه اهوت. شكل اللي هو الملولو ده برضو بيبقى حلو جدا، اي شكل انت عايزاه. يا حبايبي انا بعمل قدامكم عشان برضو ايه تكونوا شايفين معايا انا بعمل ازاي، والطريقة سهلة جدا وبسيطة ومفيهاش اي مشاكل خالص، وقرمشات جميلة جدا يا حبايبي وهتعجبكم ان شاء الله. انا طبعا هخلص بقى بقية الكمية كلها اللي معايا، بقية العجينة، ولو ما عندكيش قمع اتصرفي اعملي اللي هو طريقة الكيس دوت وخرميه من تحت، هيبقى شكله جميل جدا. هخلص بقى كل الكمية معايا وهوريها لكم ان شاء الله. ده كان الشكل النهائي معايا يا حبايبي. طبعا انا دلوقتي هروح احطها في الفرن زي ما هي كده، احطها في الفرن طبعا على درجة حرارة هادية جدا. طبعا انا عشان بما اني بعمل في كيس يعني فمعلش غصب عني دي جت مع ديت. انت بقى طبعا لو عندك قمع ممكن تتصرفي احسن يعني من كده. إيه طبعا انا راح احطها في الفرن دلوقتي على درجة حرارة هادية جدا، هتبقى مقرمشات جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم وتنال اعجابكم. وبعد ما اطلعها من الفرن هوريها لكم برضو، هوريكم شكلها بقت عاملة ازاي. هي طبعا ده الشكل معايا اهو، بس طبعا لسه ما استوتش يعني، راح احطها زي ما هي كده في الفرن وهوريها لكم شكلها بعد ما اخلص. هاتلكم من تاني حبايبي، وده كان شكل المقرمشات بتاعتي بعد ما خلصتها وطلعت من الفرن. شايفين حتى بتقرمش اهيت، وبصراحه الطعم جميل جدا جدا فوق ما تتخيلوا بصراحه. زي ما انتم شايفين كده، وكمان في ان شاء الله مره جايه هعمل لكم الدوريتوس. برضو نوع من انواع المقرمشات الجميله والمسليه اهيت، بتقرمش اهي وطعمها جميل جدا ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم اهيت. يمكن الكاميرا مغمقاها شويه اهي زي ما انتم شايفين كده، جربوها وان شاء الله مش هتندموا ابدا، هتلاقوا المقرمشات طعمها جميل جدا. بس اهم حاجه لما تدخليها الفرن وتطلعيها هدي عليها النار عشان بس ما تتعملش ما تتحرقش منك، هدي عليها النار خالص اهي. شايفين وهي حتى بتقطم بتقرمش ازاي وتبقى جميله وطعمها ولا اروع بصراحه، طعمها جميل جدا وان شاء الله هتلاقوا الطعم حكايه. جربوها وان شاء الله مش هتندموا ابدا. والمكونات اللي انا قلت لكم عليها دي هتطلع جميله جدا ومقرمشه وحلوه. اشوفكم على خير يا رب، مع السلامه، باي باي.